كتير قوي بتحصل لي الحكايه دي. ابقى نايم وبحلم واحس جوه الحلم ان انا بحلم. ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رضا. رضا مش انت ده باشا؟ مين؟ ايوه هو رضا الاستاذ عاطف. جه هو انت يا بنت انت هتقابلي الراجل بمنظري ده؟ ماله منظري يا ماما؟ في ايه؟ صباح الخير. ما احنا لو سكتنا على اللي بيحصل ده يبقى عمرنا ما هنتقدم خطوه واحده لقدام. الفرسه لما بتوصل للسن ده بتبقى عايزه تتعشر. لا معلش يا باشا، شوف اي حد غير يعمل كده. عازف جيتار. عازف كورال. امك وحشتني قوي. هو انت مت وفضت لنا ولا ايه؟ ايوه. العيب مش في الحقنه يا حاج، العيب في الايد اللي بتدي الحقنه. هي لسه ورمه لحد دلوقتي. حتى شوف اشوف ايه؟